يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى: فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، هل هذا هو ما يسمى بدليل التمانع؟ نعم نعم، هو كما ذكر الإمام ابن القيم وكما نقله في شرح الطحاوية أن هذا هو دليل التمانع. وكذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم.